يعني لما نجينا قلنا لهم انه شيف بلال اتحدى حاله قبل يتحدى زملائه، شيف شرب ترجم بالضبط انا ايش قلت، لانه هو حقيقه في هذا الطبق اتحدى حاله. يلا تفضل خلينا ندوق. الاعصاب تعبت صراحه، بعدني مش مستوعب انه انا صرت بالنهائيات وهذا اخر طبق قدمته. شيف شعب قدمنا الطبق عصري نكهات لذيذ جدا، الملمس بالنسبه للاندايف مع الصوص مع الكريمه لذيذ جدا بصراحه، شكله سهل ده طبق صعب. ما اخذ طريق مختصره، طبخ اشتغل بالهندي البلجيكيه، شيل منها المراره وحطها هالملمس والطعم الحلوه كرامبل اللوز والكراميل اللي عاملهم، عطشوا هالقرشه وعطشوا كمان سكر اكثر كراميل صوص، كثير طيب لما بتاخديها مع الانديف. التوازن الموجود بالطبق كثير 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 عظيم، واللي مره حلو كيف جمع بين الفانيلا والهندي البلجيكيه وخلى الطعمتين مع بعض مره يتزاوجوا بطريقه يعني شيك، والكريم اللي عاملها كيف مخفوقه وكيف محطوطه بطريقه جدا جميله حقيقة، طبق جدا مميز. خلينا ننتقل لآخر طبق حضرته شيف نسيم في هذا الموسم. طبق على مستوى النهائيات، طريقة تقديمه كتير حلوة، في عناية كتير عالية بطريقة التقديم، الألوان وكله على بعض الطبق عجبني قوي صراحة. يعني قديش أنا أحب أطباق شيف نسيم، آخر طبق ليها طبق خرافي، في قصتها هويتها أفكارها. تفضلوا. أعصابي نار أكيد، مستانسة من الطبق اللي سويته، الحين يبقى رأي الحكام إن شاء الله أخذ اللقب اليوم. بصراحة الطبق عجبني قوي، البيوري دي هيت لذيذة جدا، جميلة مو لذيذة جدا، وكله على بعض مع الأندايف بالصوص بتاعتها هايل، باين الفانيلا متوازن على كل الطبق. كيف قدرت تاخذ طبق تقليدي اللي هو العصيدة وتدخل فيه هندبة بلجيكية؟ بصراحة هذا الذكاء بحد ذاته، أنا مرة عجبني ده الطبق، عجبني كيف استخدمت الفانيلا مع الهندبة البلجيكية، بعدين راحت حطت ماء الورد، صراحة الطبق مرة لذيذ. شيف مارون كل اللي عم تقوليه انت شيف بوبي صح، طبق مرة لذيذ، العصيدة طيبة، الكريمة مع الفانيليا طيبة، طبق على مستوى نهاية توب شيف. بعد ما دقنا آخر طبقين في الموسم الخامس من توب شيف، لازم نختار مين هو الشيف اللي تغلب على 15 مشترك خاض معاهم أصعب التحديات خلال 3 شهور واستحق يحصل على لقب توب شيف في العالم العربي. آخر مرة نوقف قدام الحكام، لكن هي المرة الأشد أهمية.